لعبة الهمسة، واللمسة دي اسلام يشيلها ميدو الجابر، لكن يا سلام على هدف، يا سلام على الهدف، هدف اول للنادي الاهلي. العمدة ابو تمارة، العمدة عماد متعب، ابو تمارة عنوان المهارة، عنوان المهارة عماد متعب، يغيب يغيب ويحلو كتير عماد متعب. سلام يا عمدة، هدف اول للنادي الاهلي. نوعية المهاجم القناص، هدف اول للنادي الاهلي. عماد متعب بضربة رأس قوية يسكنها الشباك، عماد متعب واحد النادي الاهلي، لا شيء نادي مصر. عن طريق عماد العمدة، مرة تانية دخير، استلم جوني رجاي، السلام على التمريرة، القدم اليسرى، السلام على اللمسة، السلام عطى راجل، الهدف الثاني، الهدف الثاني العمدة، الهدف الثاني ابو تمارة، العمدة عماد متعب، هدف ثاني للنادي الاهلي، ثنائية للنادي الاهلي، واحد من الهدافين التاريخيين للنادي الاهلي على فكرة، عماد متعب ب 124 هدف، عماد متعب اثنين النادي الاهلي، لا شيء نادي مصر. ثنائية عن طريق ابو تمارة، استنى ازارو، السلام على التمرير، عمرو بركات عمرو اسم هيصوب، يا سلام يا سلام على احلى كلام على عمرو بركات، اسجدة الشكر من الجواهرج بتاع النادي الاهلي اللي بيمتلك قدم يسرى ما شاء الله قوية. أول همسة وأول لمسة بالهمساتي بالنظراتي، وتصويبة قوية بالقدم اليسرى لعمرو بركات يسكنها شباك كريم حافظ، لكن التمريرة من اللاعب حمودي الوليد أزارو يلعبها، وأول لمسة لعمرو بركات، وهدف ثالث للنادي الأهلي بصاروخ بالقدم اليسرى، ثلاثة النادي الأهلي، لفرق السرعة والقوة والمهارة لعمرو بركات. عمرو عايز يلم ويعدي، عدى عمرو بركات، بركات يلعبها أرضية، يلا يا حمودي، الله الهدف الرابع، الله عليك يا عمرو بركات، عدى واخترق وموه ولم ويلعبها أرضية، يقابلها بالقدم اليسرى قدم حمودي، أدي عمرو بركات القوة يلعبها أرضية، وأدي بكل قوة قدم يسرى من الساحر حمودي يسكنها الشباك، هدف رابع للنادي الاهلي، رباعية للنادي الاهلي، وقدم يسرى من حمودي سجل هدف رابع للنادي الاهلي. اكثر الناس سعادة بلعيب النادي الاهلي طبعا بعد جمهور النادي الاهلي هو الكابتن حسام البدري وجهازه الفني، حالة الجاهزية اللي هنفضل نقول عليها كتير، دايما وقت ما تحتاجها بتيجي في الوقت وفي الميعاد والمكان. ودي وليد أزارو والشباك داره وزار الشباك بهدف خامس، وليد أزارو هدف خامس للنادي الأهلي. ادي وليد يلعبها جميلة في المقص الأيسر لمرمى كريم حافظ، لكن صاحب الموال والرواية والحكاية اللاعب أحمد حمودي، وادي وليد أزارو يسكنها الشباك كأنه بيركن ركلة جزاء، هدف خامس للنادي الأهلي، وباطن القدم من وليد أزارو في الشباك في المقص الأيسر لمرمى الحارس كريم محفوظ يسكنها الشباك خماسية. حمدي يلعبها لحمودي، حمودي يلا يا راجل، يا سلام يا حمودي، خلص يا راجل، أرضية ريان أحمد ياسر، سداسية للنادي الأهلي، وادي القدرة على التوقع من المهاجم، عملها أحمد ياسر ريان، لكن المهارة عنوان اللاعب أحمد حمودي، حمودي ساحر النادي الأهلي، لكن التمريرة من أحمد حمدي والتحرك من حمودي لم وعدى وقف على كورته، وادي القدرة على التوقع، المهاجم لازم يكون عنده قدرة على التوقع، وهذا توقع بالفعل، توقع أحمد ياسر إن الكرة ممكن تكون في المكان ده، وتحرك أحمد ياسر ويضع معاه هدف سادس للنادي الأهلي، سداسية للنادي الأهلي. آدي حمودي، عد حمودي، النهارده حمودي بيقدم، بيستخرج ويقدم لنا الجديد من مستودع الموهبة والمهارة. قدم يسرى تتلف في حرير عمرو بركات مش ممكن، حالة من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 22، وادي حمودي يلعب الركلة الركنية عند حسين،
راجل يا راجل يا راجل يا راجل على الروعة، مستنيها مستنيها مارسيلو. يا السلام على الهدف السابع، هدف سابع بالقميص رقم سبعة، بالقميص رقم سبعة لمارسيلو النادي الأهلي. أجمل أهداف اللقاء يا حسين يا سيد، إيش ممكن، هدف رائع، روعة روعة روعة. القدم اليسرى مستنيها مستنيها تتهادى تتمادى إلى داخل الشباك، سباعية للنادي الأهلي بالقميص رقم سبعة يا حسين يا سيد. هدف سابع للنادي الأهلي، سبعة النادي الأهلي، لا شيء نادي مصر، وتجربة ودية قوية. يلعبها لأحمد حمودي، حمودي حمودي لعمرو بركات، وادي حمودي يا راجل، الله عليك يا حمودي، قوم تاني من مكان يا حمودي، بالقدم اليسرى يا حمودي، راجعين من تاني للشباك تاني، أحمد حمودي بيقول للشباك هي مكاني، أدي المهارة، وادي أحمد حمودي، وادي عمرو بركات الكعب الجميل، كعب كده من عبق عماد متعب، خدها كده حتة عماد متعب، وادي حمودي بالقدم اليسرى، تمنية للنادي الأهلي، الهدف الثامن للنادي الأهلي، الهدف الثامن للنادي الأهلي، يا سلام عليك يا حمودي. ادي القدم اليسرى، القدم اليسرى النهارده عنوان المباراه، قدم اليسرى عنوان المباراه.